هذا الملعب في بطولة الدوري بعد أن بدأت المباريات الرسمية على أرضية استاد جامعة الملك سعود، والذي يقدم مستوى كبيرا في هذا الموسم وسط أمواج وأهازيج وصافرة وضربة بداية، والكرة فيها ضربة ركنية، كرة ثابتة. أشرف بن شرقي بيلعب الكرة إلى سيروتي، سيروتي تصويبة متابعة من ريفاز، الكرة بعيدة والكرة بتتحول إلى خارج الملعب أو كانت عن طريق عبد اللطيف للهلال، لكن سيروتي بحثا عن الحاضر من السين، تصويبة والكرة إلى خارج الملعب، والكرة بتتحول إلى خارج الملعب. لا شك بالتأكيد الأرقام تأتي إلى صف رامون دياز، لكن للإدارة الهلالية ربما بعض الأمور التي لا نعرفها، ربما بعض الأمور التي في مهمة كبيرة أمام الهلال. ميليسي راسي ريفاز، الكرة بتتخلص، حارس المرمى مصطفى ما زال يتصدى كرة، وتهديد آخر بالنسبة للهلال. شوف اللقطة الماضية، شوف اللعبة الماضية والكرة الماضية، شوف الإصابة للاعب جوستافو، لويس جوستافو، هذا هداف الفريق وأفضل صانع في الفريق، سجل 7 وصنع 8، هذا اللاعب رقم 8، لكن شوف ريفاز، الريفاز والارتقاء، مصطفى يبعد هذه الكرة، لم تأتي بعد، لم تتحرك الشباك بعد، هنا في محيط الرعب، لم يبدأ الرعب حتى الآن. الكرة عالية، فيها استلام، فيها تقدم، أحمد الله على استلامك، على مرورك، أشرف الآن عرضية، تصويبة يا رب، أوه يا سيروتي. أن يشكل بعض الخطورة في الكرات المرتدة عن طريق روجيرو، عن طريق مجرشي، عن طريق جوستافو، لكن أنك تكتفي بالدفاع طوال الوقت هذه مغامرة، وهذا سيروتي تصويبة، أوهو سيروتي مرة باليمين مرة باليسار، كرة سيروتي لافة بتعدي مكانة بعيدة. والله هل تعلم بأنك مطالب بكل شيء باختصار؟ الكرة بتصل إلى بن شرقي، يحاول، وصلت الآن، تصويب الآن، متابعة الآن، دربك مستمرة، مصطفى ملائكة يتصدى لهذه الكرة. البريك بيلعب للكرة باتجاه سيروتي، البحث عن الرقم 27 الآن، البريك الكرة معاه، شوف تغطية من عمر عبد العزيز، تغطية أيضا من حمد المنصور، البريك وسيروتي، وصلت بعد ذلك إلى عطيف، الآن الرقم 27، وصلت إلى بن شرقي، إلى سيروتي، إلى بن شرقي، وقف سيطر، الكرة بترجع، عبد الله عطيف، تعود الكرة مرة أخرى، بن شرقي عرضية تصطدم، ما زالت المحاولة، الله على المرور، الله على التمرير، الله على التصويب، الكرة بتضيع، الهلال يضيق الخناق، يحاصر عطيف يا مجنون، مستحيلة هذه الكرة، هدف أول في ملعب الجامعة، الدرس الأول في كلية الزعيم، عن طريق المحاضر، عن طريق ريفاز، عن طريق الأهداف، لم يعد هناك وقت للكم، وصلنا إلى وقت الحسم يا ريفاز، عبد الله عطيف أنت الهدف، أنت الهدف، كل الهدف، حلاوة الهدف، جمال الهدف، أنت الدكتور، أنت المحاضر في الدرس الأول في كلية الزعيم هنا في هذه الجامعة، ريفاز حطها، شوف كيف يدور، كيف يلف، يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله، لعبها صح، قال يا ريفاز هذه ترى بعدها مالك عذر، مالك عذر، راح تحرجنا، راح تحرجنا، ريفاز سجلها، ريفاز سجلها طوال الوقت، ريفاز يضرب، ريفاز يسجل، ريفاز يستلم، هي فتحت، هي فتحت، يا الله، حارس المرمى يتصدى، الكرة بتبع، اسمع 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 اسمع، كان واحد من أهم القرارات، من أهم القرارات الرياضية في هذا العام، حقيقة قرار يستحق الشكر ويستحق الإعجاب، شاهدنا ردة الفعل، فرحة العراقيين، لكن مقطوعة، المرتدة ممكن تكون خطيرة، أشرف بن شرقي مراقب، كرة بترجع بعد ذلك من سلطان، حارس المرمى خروج ممتاز، تحضين خطأ، وبالتالي الكرة بتضيع، يستعيدها محمد البريك، والخطأ الآن، وإتاحة الفرصة الآن، والتصويبة من ريفاس الآن، إتاحة الفرصة لا يستغلها ريفاس، انذار على روجيرو، حمد ممتاز في التغطية، ممتاز في التمريرة، الكرة إلى جوستافو، الفرصة لعلام ستير، المحاولة فيها مرور.
الطوب يا رب، أول وأخطر كرة للفيصلي في المباراة. هذه كيف تضيع من الترينيدادي؟ شوف اللقطة الماضية، شوف بداية الهجمة، شوف صانع اللعب اللي صنع 8 أهداف للفيصلي صنعها صراحة. ماني متأكد، ممكن أول ضربة ركنية والكرة بتعدي من أول ضربة ركنية. المدافع البرازيلي كوروسي يرتقي، كرة للفيصلي. شوف الفيصلي اللي بدأ يشكل خطورة، هذا الخروج الخاطئ لحارس المرمى، بينما الدخول من جانب إيغور روسي لعبها. مرت الكرة ماني متأكد، لكن ممكن هذه أول ضربة ركنية للفيصلي في المباراة. ضغط واستعادة الكرة، سحبها أشرف، لعبها أشرف، الله على التمرير، سيروتي في مكان، حارس المرمى يتألق، مصطفى يتصدى، الثاني يضيع من الرقم 22. أشرف شوف السحبة، النظرة، الصناعة، يا سيروتي الكرة ضاعت وتحولت إلى خارج الملعب. اسمع جوستافو اللاعب الشنب، مر تقدم، الخطر الحقيقي للفريق العنابيب، كرة إلى مجرشي، أوهو، فرصة أخرى بتضيع، لكن الشوط الثاني الآن شاهدنا فيه وجه عنابي ستير الهجومي. أين كنت طوال 45 دقيقة في الشوط الأول؟ 1-0، خطرة جدا على الهلال بالتأكيد. كرة من عمر عبد العزيز، فيها لمسة، فيها استلام، فيها تسليم، فيها تصويب، الفيصل يخطر في الشوط الثاني. هذه حقيقة، لكن ترجع، هذه خطرة. روجر وطلب، ما فيها تسلل، الله على السحبة، تصويب يا رب. روجر أين كنت؟ أين كان العنابي في الشوط الأول؟ شوف لما يهاجم، شوف لما يهدد، شوف لما يلعب، شوف لما يبدع. اسحب يا روجيرو، اضرب يا روجيرو، الله على المعيوب. شوف اللقطة الماضية، لا 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 لا، ديفاس يتقدم في الجهة اليمنى، ممكن العرضية، عرضية في مكان، واللقطة الماضية المدافع وحارس المرمى اصطدام على طار الكروت في 16. اوهو، لا مواجهه في محيط الرعب، في محاوله لدعمها ايضا لكل الهلال، نقله 2-3، حتى الحكم يفوتها قويه، لكن بعيده. الشوط الثاني والكره الان عن طريق اهزوجه الهلال الجديده بن شرقي، بعيده يا اشرف. الكره الى خارج الملعب، ما زال الفوز او التقدم حتى الان غير مريح. هذه كرة بن شرقي، وهذه تصويبته بعيدة بصراحة، كرة بتتحول الان، يا سلام، هذا الكلام، 1-2-3-4، ضاعت يا سلمان، راحت يا الفرج. هذه اللقطة في اللعبة الماضية، سلمان يبتسم، لكن جملة مثلث في اللقطة الماضية، بريك رفع راسه عرضها، راحت، تغيير اتجاه اللعب، اتجاه عطيف، الله عليك، مستحيلة هذه الكرة يا ريفاس، يعود من خلالها الفيصلي، بيلعب لك كرة، المعيوف يتنفس جمهور الهلال الصعداء. شوف اللقطة الماضية رازوفيتش.